بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجانب النظري من الأسبوع الثالث شرحنا الوحدة الرابعة على جزئين. كان نتكلم عن اليوز كيس دايجرام، تكلمنا شو يعني هو الأكتور، شو اليوز كيس، والعلاقات اللي بين اليوز كيس واليوز كيس اللي هم الإكستند والإنكلود. حكينا الإكستند عبارة عن شيء إجباري، الإنكلود شيء اختياري. كنا إن شاء الله في أثناء الشرح العملي بتكون الأمور أوضح. طيب، الشيء اللي أنا ملاحظه للأسف لما باجي أضغط على الفيديو بلاقي إنه الفيو 9 أو 3، هذا معنى إنه الأعداد اللي عمالة بتيجي تحضر الفيديو قليل جدا. خلينا نشوف الأسبوع الماضي احتياط، الأسبوع الثاني الفيو 29، أوكي منطقي منطقي، لكن يعني واضح انه مش ملحقين معي او مش عارف كيف طبيعة الدراسة تبعتكم. الان نصيحة اثناء حضور الفيديو، حاولوا زيدوا جودة الفيديو ل 720 حتى تكون الامور اوضح خصوصا في العملي. طيب اليوم ان شاء الله بنتكلم عن الوحدة الخامسة اللي هي System Structure Modeling. في الوحدة الرابعة تكلمنا عن شيء اسمه Use Case، Use Case Diagram. اليوم حنتكلم عن شيء اسمه Class Diagram. طبعا هم من أهم التو Diagrams اللي بيستخدمهم المحللين في مرحلة تحليل أي نظام، وهم من كلهم من UML Language. سهل ان شاء الله، وان شاء الله يعني في النظري بتكون الامور شويه نظريه بحته، في العملي بتكون الامور افضل ان شاء الله. الان مطلوب منكم الاسبوع هذا تسلموا، الاسبوع الماضي تسلموا المقابلات والفكره، الاسبوع الحالي نزلت لكم واجب بناء على الفيديو اللي شرحته اليوم كيف احنا بدنا نعمل تحليل لثلاث تطبيقات سابقه. الاسبوع الجاي بيكون في عندنا واجبين، الواجب الاول التلخيص اللي وصلنا له، الواجب الثاني بدنا نبدأ نطلع اليوز كيس الأكتورز ونرسم اليوز كيس. بعديها بنحكي عن الكلاس دايجرام. الكلاس دايجرام تستخدم لتخزين بيانات. في عندي إيش اسمه كلاس، في عندي أتريبيوت، في عندي ميثود، هذول كلهم بيكونوا موجودات في كلاس. عندي علاقات جنراليزيشن أجريجيشن أسوسيشن، جنراليزيشن تعميم، أجريجيشن تجميع، أسوسيشن تشارك اللي هي علاقة الـ 1 to 1 و 1 to many وغيرها. الكلاس دوكيومنتيشن بسيطة جدا. السي ار سي في العمل مش كثير بتهمني، ولكن هي شيء فقط نظري ومش كثير مستخدم. مخطط الكلاس دايجرام هو عبارة عن مثال، واحنا راح نعطي امثله كثير عليه في الجانب العملي. شو يعني سيستم ستراكشر موديل؟ شو يعني سيستم ستراكشر مودلز؟ نمذجة بنية النظام. بشكل عام دائما بيوقع على عاتق المحلل ان يكون مطلع في المجال اللي شغال فيه. يعني المحلل الأنظمي إذا بده يدخل على نظام محاسب لازم يكون عارف أساسيات المحاسب. إذا بده يدخل على نظام مثلا تسجيل لجامعة لازم يكون عارف في التعليمات وفاهم حتى يقدر يفهم إيش طبيعة العمل. فإذا لازم أن يكون محلل النظام على علم بالتخصص أو في النظام اللي بده يشتغل فيه. ما بيصلح يكون محلل نظام يشتغل في مثلا محاسبة وما بعرفش أساسيات المحاسبة، لأنه لازم يفهم حتى يعرف يكتب إيش متطلبات الناس. من نتائج بناء بنية النظام إنشاء شيء اسمه Data Dictionary، هذا أخذناه في الفصول السابقة، ولكن اليوم مع لغة الـ UML أصبح في عنا شيء اسمه Class Diagram. Class Diagram شيء بسموه الأصناف، بيكون شكلها كالتالي. هذه الكلاس مقسمة إلى ثلاث أقسام، هون بيكون النيم، هون الأتريبيوتس الصفات، هون الميثودز أو اللي هن الأكشنز أو الأفعال، وتكون مربوطة مع كلاس ثاني ما في إشي اسمه جنراليزيشن أو إشي اسمه أجريجيشن أو إشي اسمه أسوسيشن 1 to 1 1 to many، وبتكلم هذا اللي أخذته في الداتابيز. طيب لازم يكون عنده
شيء اسمه أصناف classes، وفي الصنف لازم يكون في عندي attributes، لازم يكون في عندي methods، وتربط الكلاس مع كلاس ثاني من خلال إيش اسمه relationships. طيب هذا كلام، كله كلام هذا. تعريف الأصناف أو الكلاسز. الصنف عبارة عن قالب، عبارة عن نموذج لتصنيع كينونات. الكلام شوي بلش يصير صعب. حتى تكونوا عارفين شو يعني object، الobject عبارة عن نسخة من الكلاس. يعني لو جينا قلنا، نيجي على هاي الصفحة الفاضية، لو جينا قلنا هاي كلاس student، student في الجامعة، في عنا كلاس student أحمد student، فاطمة student، علي student، خديجة student. هذا object، هذا object، هذا object، هذا object. كل هدول منين أجوا؟ أجوا من student. كلياتنا في الجامعة إلى اسم وإلى رقم جامعي وإلى تخصص وإلى تفاصيل، هذه كلها موجودة في كلاس اسمها student، وإحنا تم توليد هذه الأوبجكت من الكلاس هذا. طيب إذن الكلاس هي الأم، الأوبجكت هم النسخ منها، وكل الكينونات اللي هم الأوبجكت المشتقة، شوفوا مشتقة من صنف واحد متشابهة في التركيب والتعريف، مختلف في البيانات. إحنا الثلاثين طالب اللي بناخذ تحليل وتصميم كلياتنا طلاب، ولكن أسماءنا مختلفة، يعني كلياتنا أصناف اشتقينا من student class، ولكن كل واحد فينا اسمه مختلف، تاريخ ميلاد مختلف، معدل مختلف، وممكن يكون تخصص مختلف، هي مختلفة في البيانات والمحتوى، والمحتوى في خصائصها. هناك ثلاث أنواع من الأصناف، أصناف بسموه solid class، في عندي tangible class، في عندي إيش اسمه conceptual class أو real class. السوليد كلاس اللي العلاقة مثلا في الكتب أو في شيء صلب، عندما تكون أصناف ذات علاقة مباشرة بالوصف الفني لمجال النظام نقوم بتسميتها في السوليد كلاس، كمثلا راتب أو الكتب في مكتب معين، هي لها علاقة في شيء تنجبل أو شيء ملموس. الأصناف المفاهيمية، وإحنا بنيجي هون بشكل عام، أصناف المفاهيمية الconceptual classes تشير الأصناف اللي كينونات معنوية مفاهيمية غالبا ما تكون غير ملموسة، نسميها أصناف المفاهيمية. فعلى سبيل المثال الطالب أو الموظف أو الزبون يعتبر على إيش اسمه conceptual class، هذه أمور نظرية أكثر ما هي عملية. الريال كلاس أو real world classes الأصناف الحقيقية، شاشات الاستخدام والداتابيسز والبيانات كيف تتخزن، قاعدة البيانات، الملفات، الشاشات اللي في النظام، الطوابير اللي هي تقسيم وقوف البيانات في الذاكرة، مين بتنفذ بالأول، ها بسموها Real World Classes. هذه مش شغلنا كثير، إحنا عادة بيكون في النوع الثاني اللي هي الأصناف المفاهيمية Conceptual Classes. هاي فقط لأغراض التعريفات بتكون بالنسبة لكم مهمة، في العمل شيء مختلف. إذن في عندي كلاس، هاي واحد A، بعد الكلاس نبدأ مكوناتها B، Attributes، الاتريبيوتس الصفات او الخصائص. صفه الصنف هي عباره عن قطعه من معلومات، قطعه من معلومات مفيده ترتبط بوصف جزء معين من هذا الصنف. لما اجي اقول انه في عندي كلاس اسمها الطالب، ايش هم الاتريبيوتس يتخزنهم؟ اسمه، تاريخ ميلاده، مكان سكنه، تخصصه، معدل تراكمي، هواياته، إيميله، جواله. هذه هي الأتريبيوتس، هي الصفات تكون مخزنة عن الصنف. والصفات تحتوي عادة على المعلومات التي يعتقد المحلل أو المستخدم بأن هذا النظام بحتاجها. طبعا أنا ما بروح أخزن حي الله معلومات، يعني مثلا لون الشعر مش كثير مهم، طول مش كثير مهم، أسماء الأصدقاء مش كثير مهم، نوع السيارة ما بهمنيش، نوع سيارة ممكن أحتاج رقم السيارة في حال أنه كان في عنده باركينج في الجامعة. على سبيل المثال إن صفات الموظف كثير، مثل الاسم، الطول، لون الشعر، العنوان، وإيميل، وكل هذه الأمور. لكن من وجهة نظر المحلل ما بيهمني لون شعره ولا بيهمني طوله، بيهمني أكثر شيء اسمه ورقمه، رقم هويته، اسمه، رقم الجامعي إذا كان طالب أو غيره. فهذه الصفات طبعاً إحنا بنعرفها بناء على جمع المتطلبات. يعني لما نيجي نقول في النظام في عندي مدير الشركة، موظفين، وزباين، أكيد كل مدير له معلومات، كل موظف له معلومات، كل زبون له معلومات. يعني على سبيل المثال لما نروح نشحن كهرباء احنا من البلدية بيكون في عندنا ثلاث موظفين،
لما نطبع يطبعوا لنا فاتورة الكهرباء بيكون تحت مكتوب اليوزر محمد محمود سعيد. ليش كل واحد فيهم له يوزر؟ لانه كل واحد فيهم بيعمل حركات على اساس الناس يكون معروف مين، كم باع، كم دفع، كم خسر، كم غلط في الحسابات، شو العمليات اللي قام فيها. هذه كلها من الصفات، ولكن هم يعتبروا موظفين جميعا. الميثودز، الميثودز او في المختصر ثاني الاكشنز، اكشنز الافعال. الافعال ايش هي الافعال التي يقوم بها الطالب؟ تسجيل، حذف، اضافه، مثلا الفطور، الغداء، مثلا شمبة الهواء، هذه كلها يقوم بها الطالب. ولكن ايش بتفيد السيستم؟ مش كل شيء بيقوم فيه الطالب انا بدي اسجله في النظام او بدي احطه في الميثودز. شوف الطريقة هي ذلك الجزء من الصنف الذي يعرف فيه تصرف الصنف، تصرف الشخص. وتكون الطريقة عادة متعلقة بشكل كبير بطور التطبيق. يعني لما اجي اقول مثلا مدير الشركة بوظف ناس، بضيف سيارات، بحذف سيارات، بعطي راتب، كل هذه أفعال طبعا رح نرسم لها يوز كيس. يمكن تعرف الطريق بأنها الأفعال التي تنفذها كينونات مشتقة من صنف معين. طلع لما كان في عندي أنا صنف student، هذه class student، الأوبجكت الموجودين شو بيعملوا؟ بسجلوا كلها، مسجل، بسحب كلها، مسحب طلب برات ضمن، كلها طلب برات ضمن. كل هذه الأمور بنسميها احنا أفعال أو طرق. يجب أن تكون الطرق مرتبطة بالصنف وأن تكون طريقة ذات أهمية في النظام، كما يجب على الكينون في صنف معين أن تكون قادر على تعديل أي من صفات تلك الكينون. نفس الوقت مش لازم أن أخزن عنه actions أو methods، ما لها علاقة في النظام. زي مثل ما حكينا الموظف مثلا ياخذ بريك نص ساعه في اليوم، هذا مش كثير، هذا مش شيء مهم في النظام. العلاقات هي من اهم الامور اللي لها علاقه في النظام. انا في عندي علاقات بين الكينوني والكينوني، بين هذا الكينوني وبين هذه الكينوني. هذه العلاقات ايش انواع؟ هي علاقات اما تجميع او تشارك او تعميم. طيب اول نوع generalization، ثاني نوع aggregation، aggregation، ثالث نوع association، العلاقة الثالثة. طيب نيجي للنوع الأول، شو يعني generalization؟ لما نحكي عن generalization يعني التعميم، والتعميم معناته في حدا عام وفي حدا خاص، في حدا كبير وفي حدا صغير، في حدا بيعطي حدا، في حدا بيعطي حدا. علاقة التعميم تمكن المحلل من إنشاء أصناف تستطيع توارث صفات من أصناف أخرى والعمليات التي تحويها. يعني الصنف الكبير بورث الصغير الصفات والأفعال لأنه generalization، وتسمى الأصناف التي تورث الصفات والعمليات لأصناف أخرى بالسوبر كلاسز، والتي ترث تسمى بالسب كلاس. أفرجيكم، نيجي هذا الفراغ، هذه كلاس student في الجامعة، تمام، هذا student. طب في الجامعة كم نوع من أنواع الطلاب؟ هنحكي ثلاث أنواع، بكالوريوس، دبلوم، دراسات عليا، خلينا نسميهم ماجستير. هذا السوبر كلاس، هاي السب كلاس. ليش؟ لاحظوا هذا السهم هيك يجي هون، بيجي هون، وبيجي هون. شو يعني؟ شو يعني؟ student هون بنخزن عنه بيانات، بقوم بأفعال. هدول الجماعة بتوارثوها، لأنه كل ستودنت عنده معلومات، ولكن ماجستير مثلا عنده مناقشة رسالة ماجستير مش موجودة عند الدبلوم والبكالوريوس، والدبلوم عنده امتحان شامل مش موجود عند البكالوريوس والماجستير. ها بسموها الجنراليزيشن. طبعا لسه في أمثلة إن شاء الله تفهموا أكثر. يمكن للصنف أن يكون رئيسا أو فرعا في نفس الوقت، هذا كلام شوي أدنى. تسمى العلاقة من الصنف الرئيسي إلى الصنف الفرعي بالتخصيص specialization، وفي شيء اسمه generalization، specialization و generalization، والعلاقة من الصنف الفرعي للرئيس generalization. يعني من الرئيسي إلى الصنف الفرعي specialization. يعني أنا لما أجي من هون أنا الكبير أعطيت صغير، هذا تخصيص. الصغير هو تعميم عن الكبير، علاقة عكسية. هاي بس معلومة ممكن بتفيدكم في النظر. طيب
وصلنا احنا هون. هذا مثال، لو فرضنا انه محلل جمع بيانات عن عملاء شركه قال انه عملاء الشركه هم الذين يتعامل مع الشركه حيث تبيع لهم بضاعه للتعامل بها، صنفهم الى عملاء خارجيين فلسطين وداخل فلسطين، اي نوعين لان العملاء في منهم داخلي في منهم خارجي، وقسم عملاء الداخلي الى عملاء دائمين وعملاء غير دائمين، يعني حتى اللي جوات فلسطين الى نوعين. خلينا نشوف ايش خزن بعض المعلومات. الخارجيين رقم اسم عنوان رقم هاتف نوع العمله، الداخليون خزن عنه معلومات والخارجي خزن عنه معلومات. شوف الرسم كيف بيصير، شوف الرسم كيف بيصير. هذا العملاء بشكل عام، هاي الكلاس لازم يكون شكل هيك، هاي اسم الكلاس، هاي الاتريبيوت، الافعال الاكشن مش عاملها، اي عميل له رقم اسم عنوان وهاتف، هذا كلام جاب منهم، اي عميل له رقم اسم عنوان وهاتف. طبعا صندوق بريد هاي لمين خاصة؟ للدائمون. هي اسم عنوان رقم هاتف نوع العملة. طيب هذه كمان كلاس للداخليين، وهذه كلاس للي من خارج فلسطين. عفوا طبعا لما يجي العمل اكثر، انا عفوا بضل احكي لكم عملي بس في العمل الامور بتستفيد منها اكثر. لاحظوا طبعا هذا السهم غلط يكون هيك، هذا السهم لازم يكون هيك، هذه الجنراليزيشن. تمام لاحظوا الرقم والاسم والعنوان والهاتف هذه لكل العملاء في الشركه، بس العامل الداخلي له خصم ومحافظه وصندوق بريد، والعامل برا فلسطين له عمله طريقه تصدير وبلد بس. حتى تكونوا عارفين داخلين لهم بس الاربع صفات زائد الصفه اللي موجود عندهم هاي سبعه، والخارجي الأربعة زائد ثلاثة هي سبعة، يعني توارث الصفات للعملاء بشكل عام، زي الطلاب عندنا في الجامعة لهم صفات عامة ولهم صفات خاصة. فالعامل الداخلي والعملاء الداخليون وعملاء الخارجيون مالهم توارثوا هذه الصفات من العملاء اللي فوق، فهذا اسمه الجنراليزيشن، احنا انهيرتنس بسموه مرة ثانية اللي هي التوارث. طيب كمان العملاء الداخليون لهم صنفين، هاي كلاسين دائم وغير دائم. لاحظ الدائم له خصم، ايش الدائم اخذ صفات؟ اخذ الخصم، صندوق البريد اخذ الصفات هذول، والخارجي اللي هو مش دائم عندنا اخذ المحافظه صندوق البريد والصفات اللي عندي موجوده هون. هذه هي العلاقه التوارث او الجنراليزيشن. تمام اذا الجنراليزيشن بيكون في عندي انا كلاس اب سوبر كلاس، ومن عنده في سب كلاس. السب كلاس بتاخذ كل شيء من هون، وبكون في شيء يميزه لحاله، يعني اللي موجود هون ما بكرره، الاسم والرقم ما بكررهم، بس انا باخذ الشيء الخاص فيه، نفس الشيء وممكن كمان ارد افرع منه. بيكون الجنراليزيشن على شكل سهم، على شكل سهم. هذا كمان ان شاء الله في العمل بشرح لكم مثال على طلاب الجامعات، ومثال على الموظفين، أو مثال على الكليات، بوضح لكم كل اللي بدكم إياه. هذا طبعاً مثال شرح للمثال. العلاقة الثانية إيش اسمه؟ الأجريجيشن. أجريجيشن معناها تجميع. يستخدم هذا النوع من العلاقات في نمذجة البيانات تمثل معلومات تجميع أصناف عديدة في صنف واحد. أصناف عديدة في صنف واحد. أنواعها part of, contained in, participate in، مشارك به ومحتواه فيه وجزء منه. جزء من زي الباب، الباب هو بارت اوف ذا كار، هو نوع، هو جزء من اجزاء السياره، لانه يعني السياره هاي السياره من ايش تتكون؟ من عجلات لحال، وباب لحال، موتور لحال، كراسي لحال، هي جمعناهم جمعت سياره. محتوى في عباره عن مجموعه جزئيه، محتوى في مجموعه كليه، كصنف مجموعه طلاب السنه الاولى، محتوى في مجموعه طلاب، قسم الطلاب الى هاي طلاب الجامعه مقسمين، هاي الاجريجيشن طبعا بيكون شكلها، الى طلاب سنه رابعه وسنه ثالثه وسنه ثانيه وسنه اولى، هذا بسموه الاجريجيشن اللي هو التجميع. البارتسيبيت ان عباره عن عده اصناف مختلفه الصفات، جميعها تكون صنف في صنف واحد جديد، كل حسب دوره كاعضاء فريق كره القدم، كل واحد له 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 صفه له شيء، ولكن هم بيجمعوا فريق. هذه الامور النظريه مش كثير في المشروع، مش كثير في العملي، صعب عليكم لانه احنا رح ناخذ في المفهوم العام.
العلاقة الرابعة الثالثة عفوا اللي هي علاقة التشارك. علاقة التشارك اللي هي علاقة مثلا الطالب بالكلية، الطالب يدرس في كلية واحدة والكلية يدرس فيها عدة طلاب، هذا أخذناه في الداتابيز، أنه الطالب مثلا يدرس في جامعة واحدة والجامعة يدرس فيها عدة طلاب، الطالب يدرس أكثر من محاضر ومحاضر يدرس أكثر من طالب، هذا إيش اسمه التأسس شيش. هناك أنواع من العلاقات لا تنطوي بشكل مباشر تحت اللواء أي علاقات التجميع والتعميم، وتكون هذه العلاقات عبارة عن شكل معين من علاقات التجميع ولكن بطبيعة مختلفة شوية. عندما يحدد المريض على سبيل المثال موعد مع الطبيب، يمكن القول أن المريض جزء من الموعد، ولكن لا يصح الموعد إلا به، وهذا شرط من شروط العلاقة اللي هي علاقة للمريض موعد واحد والموعد هو مريض واحد. مثلا لما نحكي الدولة لها علم والعلم لها دولة، الدولة لها عاصمة والعاصمة لها دولة واحد، هذا إن شاء الله كمان بنشرح. توثيق الأصناف اللي هي هذه المعلومات، هاي الكلاس نيم، هاي الاتريبيوتس، هاي الاكشنز، لازم يكون في عند اي كلاس لها اسم، وهذول الاتريبيوتس او الصفات، وهي الافعال موديفاي ديسكريبشن موديفاي بريكويست، الكورس اي كورس بدنا له اسم له رقم له متطلب سابق، والوصف شو بنقدر نعمل له، بنغير الوصف تبعه وبنغير المتطلب السابق له، هذه هي الدوكيومنتيشن. نقرا، يجب على المحلل القيام بتوثيق كل صنف حتى يفهم، طبعا يفهم اللي بعديه، حيث يتم توثيق الاصناف باستخدام مربع مقسم لثلاث اقسام اللي هو هذا، هو تقريبا مستطيل، حيث يتم كتابه اسم الصنف هاي اولا، والصفات ثانيا، والعمليات ثالثا. الكورس هو اسم الصنف، يحتوي هذا الصنف على اكثر من كورس في الجامعه اللي هن هذول الاتريبيوتس، وهذول هم الافعال او ال سموهم الاكتيفيتيز الاكشنز والافعال، احنا شو سمينا عفوا هنا اللي هم الاتريبيوت الطرق ميثودز، عفوا له نيم له اتريبيوتس له ميثودز او اكشنز. كمان ايش قال؟ طيب هذا الاكتور، طبعا الاكتور عبارة عن اوبجكت، هذا الاكتور عبارة عن اوبجكت من مين؟ ستودنت، له اسم له تاريخ ميلاد وله مثلا اي دي رقم. فروم يوز كيس فيو، هذا عبارة عن، لانه احنا في عندنا كلاس ستودنت صح، علي عبارة عن اوبجكت من الكلاس، واللي هي حكينا الاوبجكت عبارة عن شيء تم توليده من كلاس عام. هذا توثيق الصنف عادة ما يكون متفاعلا. CRC البطاقات الصنف المسؤولة او الكلاس ريسبونسابيلتي كولابوريشن، هذه انا في العملي ما راح احتاجها، ولكن ممكن تطلعوا عليها فقط لاغراض الجانب النظري، هذا الكلام انا مش كثير بهمني لانه شيء قديم جدا وبطلنا نشتغل فيه، ما 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 بطلبه لا في المشروع ولا في الجانب العملي، فقط اطلعوا اطلاع على على تعريفها، هي طبعا بتساعد في توثيق الكلاس للمسؤولين، وكل صنف من اصناف النظام تقسم مسؤولياته الى المعرفة والفعل. يعني كلام نظري، انا شخصيا مش كثير مقتنع في هذا الموضوع يكون في هالجزئية، لانه من الطرق القديمة جدا اللي مش كثير معمول فيها، فقط احنا اذا بنشتغل الكلاس كلام بشكل صحيح. طبعا احنا في هذه الماده بناسسكم للداتابيز، بس للاسف جزء منكم اخذ داتابيز قبل تحليل وتصميم، ولكن بعض الاحيان مفيد انكم تاخذوا داتابيز قبل تحليل وتصميم، يكون عندكم وجهه نظر اكبر. هذه قراءه، هاي قراءه فقط ممكن يكون شيء بسيط عنها. في نهايه التشابتر بعطينا الكلاس دايجرام. الكلاس دايجرام هذه بدي اتركها للمحاضرة القادمة حتى شوي سخم المعلومات تكون أقل عليكم، راح نشرح هي كلاس دايجرام مثال مع الوحدة الأخيرة اللي هي السادسة في المادة المصري اللي بتتكلم عن نمذجة أو System Behavior Modeling. هذه بعض الرسومات اللي هي علاقة في السيكونس دايجرام، كولابوريشن دايجرام، هاي
هاي السيكونس دايجرام، هي مش كثير طويلة هاي الوحدة، بسيطة جدا. إن شاء الله المحاضرة القادمة بيكون كلاس دايجرام مثال فعلي مع السيكونس دايجرام بإذن الله عز وجل. يعطيكم العافية، وبتمنى تكون الأمور واضحة بالنسبة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.